بين يدينا. قل يا الله يا الله فلن يخيبها الله فلن يخيبها الله. اللهم احسن الخطاب، اللهم هيئنا لرضوانك والفوز بجنانك شاب في رمضان، ومن شباب جدة ايضا امام لمسجد في حي قريب من هذا الحي المبارك، صلى بهم صلاة العشاء وصلى بهم صلاة التراويح، انتهى من الصلاة وخرج يريد ان يزور بيت الله، خرج ملبيا من بيتهم ليس له هم الا اللهم ارضى عني، اللهم قربني منك، اللهم اجعل انفاسي واوقاتي في رضاك. يخرج هذا الشاب في اول سنه من سنوات الدراسه الجامعيه، يخرج الى مكه يطوف ويسعى تقتضي عمرته، ويصلي صلاه الفجر في ذلك المكان المقدس الطاهر، ثم يعود وقد اصبح في ذمه الله، ثم يعود من جده الى مكه وهو لابس لتلك الملابس ملابس الإحرام، فيقدر الله عز وجل عليه حادث فيخرج من الدنيا صائما لله، يخرج من الدنيا وقد خرج من عمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. أنا وأنتم ماذا قدمنا من أجل الجنة؟ ماذا قدمنا من أجل هذه اللحظة التي انتقل فيها الى سؤال الله والى لقاء الله؟ لكن كما وصف الله حال الناس في هذه الدنيا بانهم اصناف، بانهم على فئتين كما قال في كتابه الكريم، واصحاب الميمنة ما اصحاب